مع الحكم المساعد للعناصر الوطنية بعد إسقاط زكريا حجوب. ضربة جوجو الحارس التوغولي يستعد لتنفيذ كرة تسدد والهدف، هدفا إلى صفر للمنتخب الوطني المغربي لهدف السنغال. الأمور حسمت بشكل نهائي، ربما فرصة للإعداد للدور. معناها رفقة حسن بلابيشة في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، هذه كرة ممتازة والهدف الأول للمنتخب التوغولي لتراخي العناصر الوطن. منتخب التوغو يسجل الهدف الثاني. هدفين مقابل هدف واحد. كوكبانيا كرة توغولية، كوكبانيا 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 كوكبانيا، والهدف الثاني لمنتخب التوغو. كوكبانيا الخطير يضع المنتخب الوطني يتمكن من تسجيل الهدف، يتمكن من تسجيل الهدف الثاني لصالح منتخب التوغو. منتخب التوغو سيبحث عن هدفين للتأهل للضوء على عدم اقتناع بعض اللاعبين بحمل القميص الوطني وتردد بعضهم في الالتزام مع المنتخب الوطني. والهدف الثالث لمنتخب التوغو، هدف ثالث لمنتخب التوغو، هدف سيتأهل للدور المقبل. مشى لوحده وسدد راحته دونو. كرة توغولية، كرة توغولية، كرة توغولية صعبة 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 صعبة، والهدف الهدف الهدف لصالح الحكم. يعود ويقر بأنه مشروعي